دونك مرحبا بكم من جديد التلاميذ ديال اولى بكالوريا علوم تجريبيه. اذا غنكملوا في لا ريغولاسيون دو لا غليسيمي، ودابا وصلنا لا غليسيمي ان سيستيم اوتو ريغولي. غنحاولوا في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا خلاصه او لا خطاط عامه ديال لا غليسيمي، كيفاش كيخدم الانسولين وكيفاش كيخدم لو غلوكاغون. ثم غنديروا واحد ليكزيرسيس اللي هو سو فورم ديال اون انيماسيون، اللي تري انتريسون. بقاو حتى لافان ديال الفيديو باش تشوفوا، غادي نشوفوا خطاط عامه. ننصحكم انكم اللي تشوفوها عاودوا رسموها عندكم في شي ورقه ولا في الدفتر باش تعقلوا عليها. وغادي نشوفوا ان اكزيرسيس ديال باش نعرفوا واش نقدروا نحددوا اشنو غادي يوقع في الجسم من بعد ايبوغليسيمي او من بعد ايبر غليسيمي. دونك جو فو بروبوز سيت بتيت انتروداكسيون. نو فونون دو فوار كو دو هرمون بانكرياتيك اون دي ايفي اوبوزي سور لا غليسيمي، لانسولين اي غليس ايبر باردون. لانسولين ايت اون هرمون ايبوغليسيميونت، اي لو غلوكاغون اون هرمون ايبر غليسيميونت. لانسولين ايبوغليسيميونت يعني ايبو فابل، يعني كتنزل لا غليسيمي. Et le glucagon, l'inverse, hyperglycémiante, yani katla la glycémie. Donc, le glucagon, il est hyperglycémiant, ou là, l'hormone glucagon est hyperglycémiante. Donc, les deux hormones, elles sont antagonistes. Antagonistes, yani, bhal le chfutuf, le jihaz l'adali, on a les muscles antagonistes. Bhal matala, le biceps et triceps, ils sont deux hormones antagonistes. Yani, wahda fihom katkoun en contraction, l'okhra katkoun en relâchement. Wahda fihom matala, le biceps, il a kan en contraction. تقلص التريسيبس كيكون اون غولاشمون او لا في حاله تمدد. نفس الشيء بالنسبه للانسولين والغلوكاغون. الانسولين كيطلع لا غليسيمي، لو غلوكاغون كينزل لا غليسيمي. لا ستابيليتي دو لا غليسيمي ديبون دونك دان ايكيليبر هرمونال بيان كونترولي، يعني واحد ليكيليبر او واحد التوازن هرموني في الجسم. ومن هنا جات لا كوميونيكاسيون هرمونال في الجسم ديالنا اللي كيخلي لا غليسيمي ديما كونستانت. هذا كيهضر على الجسم اللي هو ديال الانسان صحي او لا صحيح. يعني لا غليسيمي ديما كتبقى في واحد المجال ديال 1 غرام بار لتر، تقريبا من 1 غرام في اللتر ديال الجليكوز في اللتر ديال الدم. سو كي سيبوز كو لو سيلول هرمونال ادابت لور اكتيفيتي او فارياسيون دو لا غليسيمي. يعني هذوك الخلايا الهرمونيه، لي سيلول الفا اللي كتعطينا الجلوكاغون ولي سيلول بيتا اللي كتعطينا الانسولين، كيحسوا بالكميه ديال الجليكوز في الدم. قسم ما لقاوها كبيره كيعطيونا انسولين، وقسم ما لقاوها قليله كيعطيونا غلوكاغون. وهاد الهرمونات كيمشيو للكبد وكيمشيو لي موسكل وكيمشيو لي سيلول اديبوسيت ولا لي سيلول اديبوز. دونك كومون لي سيلول هرمونال سون تيل انفورمي دي فارياسيون دو لا غليسيمي. كيفاش كتعرف هاد لي سيلول بلي كاين واحد الخلل في لا غليسيمي باش تعطينا انسولين وباش تعطينا غلوكاغون. دونك جو فو بروبوز سيت بتيت او لا سي دو دوكومون. Variation du taux sanguin de glucose et des deux hormones pancréatiques suite à un repas riche en glucides. Donc, on a un double document de gauche. On a l'axe vertical premier, la glycémie. Le deuxième axe, c'est la quantité d'insuline plasmique, plasmatique, c'est-à-dire dans le sang. Au flux du document de droite, on a la glycémie, on a le glucagon. On a un double insuline. Donc, on a l'insuline, elle est toujours à l'état normal, c'est-à-dire proche de 1. Il en a 0,8, il en a 1, donc il en a proche de 0,85. Il en a 0,85, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un repas. Fin de repas riche en glucides. Il y a un charge T0, il y a un repas ou un acte qui fait sucrillase, fait glucose. On va dire que ça rayurate de la glycémie, yani la quantité de glucose. والتغير ديال الانسولين وغير يعني التغير ديال الكميه ديال الانسولين في الدم ولا في البلازما. دونك هنا غنديروا لاناليز ديال لو دوكومون. كنلاحظوا باللي ابخي لو روبا ايميدياتمون الي اوغمونطاسيون دو لا كونتيتي دو غلوكوز جوسكا اتاند اون فالور انورمال اللي هي 1.3 تقريبا 1.3 او 1.25 اللي هي قيمه غير عاديه. ابخي الي اون شوت suite à cette augmentation, il y a une chute de la quantité de glucose ou de la glycémie jusqu'à revenir à l'état normal. Ça va revenir à l'état normal. Il a dit là, nous avons un état amoudi, nous avons un état facile à chouïa ou la wahd, les yakima adia. Et pour l'insuline, avant le repas, l'insuline ou la quantité d'insuline il était constante, quintabita. Après, il y a une augmentation juste après le repas jusqu'à atteindre une forte concentration, les y a à peu près 100 micro unité par millilitre. Donc on a une unité, c'est-à-dire qu'on millilitre, c'est-à-dire qu'on gramme ou le milligramme, mais qui est ménage. Donc micro unité par millilitre. Donc après, il y a une diminution de la quantité d'insuline. Attends, voilà l'analyse.
من بعد غادي يجي ليكسبليكاسيون بوركوا اون اون اوغمونطاسيون دو لا غليسيمي، علاش عندنا ارتفاع ديال لا غليسيمي؟ تو سامبلومون حيت كلينا اغوبا ريش اون غلوكوز. بوركوا الي اون ديمينوسيون؟ سي ليفي دو لانسولين كي فا كي تي نورمال ايبوغليسيميون اللي غادي تنزل لا غليسيمي. دونك هنا ليفي ديال لانسولين سور لو غلوكوز كي فا اونجوندري لا ديمينوسيون دو لا غليسيمي. Maintenant, pour l'insuline, au début, elle était constante. Après le repas, il y a une augmentation de la quantité d'insuline. Pourquoi? Parce que c'est une réponse à cette hyperglycémie. Quand tu as dit que tu as dit que tu as l'hyperglycémie, yani que tu as la glycémie, tu as dit que tu as la chimie de l'insuline. Yani avec les cellules qui ont donné l'insuline, les cellules bêta du pancréas, كيحسوا في الدم باللي كطلع لا غليسيمي، عاد كيعطيونا الانسولين. هاد الانسولين ابخي il va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de la glycémie. كتلاحظوا باللي اللي كيسبق هو لا ديمينوسيون دو لا غليسيمي. ملي كتنزل لا غليسيمي صافي الانسولين راه دارت الدور ديالها، ما كتبقاش كتنتج وكترجع حتى هي لطا ابخي نورمال. Maintenant pour le document suivant, le glucagon, غادي نشوفوا كيفاش غادي يتغير لو glucagon في نفس الظروف اللي هي un repas riche en glucides. Donc avant le repas, quand on a doublé la glycémie et le normal, le même, la même chose, les chenaux, le document A, il y a une augmentation de la glycémie, puis une chute de la glycémie jusqu'à revenir à l'état normal et proche de 1 g par litre. Pour le glucagon maintenant, avant le repas, il y avait une quantité constante, quand il y a mustaqer radial glucagon, la glycémie est constante. Après le repas, il y a diminution du glucagon. Pourquoi? Après, il y a une augmentation, diminution et une autre augmentation. Radi nbdaou علاش عندي كميه ثابته avant le repas, ou une quantité constante avant le repas, tout simplement parce que la glycémie elle est constante. Pourquoi maintenant il y a une diminution après le repas? علاش ملي كيكون عندنا لو ربا كينزل لو طو ديال لو غلوكاغون، ما كيبقاش كيتنتج لو غلوكاغون. علاش؟ حيت لو غلوكاغون سي اون هرمون هايبرغليسيميون، يعني كطلع لا غليسيمي. واصلا لا غليسيمي طالعه، دونك لو غلوكاغون خصو يمشي، حيت الا بقى لو غلوكاغون غادي تزيد لا غليسيمي طلع فوق هذا المجال اللي وصلت ليه هنا اللي هو تقريبا 1.25. دونك ما عندها حتى شي دور. اللي خصو يطلع هنا هو الانسولين، وراه شفنا في لو دوكومون بريسيدون. ابخي ماتنو كنلاحظوا باللي الانسولين لا غليسيمي ملي كتوصل لواحد ليطا، كنلاحظوا باللي الكميه ديال الغلوكاغون كتزاد، يعني كتبغي تطلع هذيك لا غليسيمي، ثم كتنقص عاوتاني، ثم كتزيد عاوتاني، حيت لا غليسيمي قربت ل ان، ولو كور كيدير ليكيليبر، كيدير توازن ما بين الانسولين والغلوكاغون. اذا الانسولين كينزل لا غليسيمي، او ميم طو لو غلوكاغون كيطلع لا غليسيمي. هادشي علاش عندنا هنا اون بتيت اوغمونطاسيون، وعندنا هنا اون بتيت اوغمونطاسيون. هنا غادي نديرو خطاطا قبل ما ندوزو لانيماسيون، غنديرو خطاطا ديال لا سيركولاسيون سونغين. وانا بغينا نديرو واحد الاشاره لهذا الدوره الدمويه كيفاش دايره. اذا هنا عندي لا سيركولاسيون سونغين، كنعرفو بلي عندنا هنا اون بتيت سيركولاسيون اللي هي لا سيركولاسيون بولمونير، وعندنا هنا لا غروند سيركولاسيون. هذا الشيء راه شفتو في الثالثه اعدادي. هنا الدم اللي كيخرج من القلب كيكون غني بO2 كيمشي للاعضاء، وملي كيخرج من الاعضاء كيكون غني بCO2. داكشي علاش كنرمزو ليه باللون الازرق، وهنا باللون الاحمر. والقلب راه شفتو في لا سيركولاسيون سونغين. وهنا اللي غنلاحظو هو الدم اللي كيدوز من المعده ومن المعي الدقيق. هنا راه كاين حتى المعي الدقيق، كنلاحظو باللي كيدوز من البنكرياس وحتى من الكبد. دونك هنا راه غادي يكون عندنا بنكرياس، هنا غيكون بنكرياس، ومن بعد منو غادي يكون كبد. علاش درنا هاد الاشاره هادي؟ حيت هذاك الدم اللي غادي يجي من المعي الدقيق غادي تزاد فيه الكميه ديال الجلوكوز، ولا تزاد فيه الكميه ديال الجلوكوز خصو يدوز من البنكرياس، باش هذوك الخلايا الفا ديال البنكرياس وبيتا كيعبروا لا غليسيمي ديال هذا الدم اللي جاي من المعي الدقيق، وكيعطيونا اون هرمون. كيعبروا شحال ديال الجلوكوز كاين في هذاك الدم، واش كتير ولا قليل، وفهاد على حساب هذيك النتيجه اللي غيلقاو واش كاين اون هيبوغليسيمي ولا هيبرغليسيمي، غادي يعطيونا اون هرمون. هذيك الهرمون غادي يصيفطوها مباشره للكبد. الكبد شنو غيدير؟ الا كاينه هيبوغليسيمي غادي يعطينا لو غلوكاغون، كاين يعني كنتي جائع ولا كنتي صايم. والا كان هيبرغليسيمي يعني طالعه، يعني يلاه كليتي ان غوبا، غادي يعطينا لو لانسولين اللي هو اون هرمون
غليسيميوز. دونك هنا ملاحظة، الدم اللي كيدوز من معتقيق كيدوز من البنكرياس ثم الكبد عاد كيرجع للقلب باش يديروا ليه هاد الجوج هادو لا ريغولاسيون. وهنا راه غادي يفكركم في التركيبة على التوالي اللي شفتوه في الكهرباء في الفيزياء. هنا بحال هاد الشيء، ثلاثة البولات اللي هما مركبة على التوالي: المعدة، المعي الدقيق، البنكرياس ثم الكبد. اللي كنركزوا عليه بزاف هو المعي الدقيق، البنكرياس ثم الكبد. يعني الدم كيدوز من البنكرياس عاد، عفوا، من المعي الدقيق عاد البنكرياس عاد الكبد. وهنا راه ماشي هذه الحاله هذه ما كانوش بالنسبه للاعضاء الاخرين. الدم اللي كيدوز من الكليتين ما كيدوزش من البنكرياس وما كيدوزش من الكبد. الدم اللي كيدوز من لي زوتر او للاعضاء الاخرين ما كيدوزش من البنكرياس والكبد. نفس الشيء بالنسبه للرئتين، ونفس الشيء بالنسبه لي ارمز او اليدين او العضلات هيد او الراس اللي هو انا كنهضروا على الدماغ. هنا عندي ان اوتر شيما لا ريغولاسيون دو لا غليسيمي. توجور قبل ما ندوزو لانيماسيون نحاولو نشوفو شنو ممكن نخرجو من هاد لو شيما. ناخدو اون كولور اللي غتبان، ناخدو مثلا لو جون. اذا هنا عندي لو فوا اي لو بنكرياس، فيهم دي سيلول الفا اي دي سيلول بيتا. لي سيلول الفا ايل فون سيكريتي لو غلوكاغون، يعني لورسكيل يا اون ايبوغليسيمي. ايبوغليسيمي يعني لا غليسيمي ناقصه. هاد لي سيلول الفا غيعطيونا لو غلوكاغون، هاد لي سيلول بيتا سي اون كيعطيونا باردون كيعطيونا الانسولين اللي هي اون هرمون. لي سيلول قلنا بيتا كيعطيونا الانسولين اللي هي اون هرمون ايبوغليسيميونت، يعني كتنتج ملي كتكون ايبرغليسيمي حيت كتنزل لا غليسيمي. ملي غادي تنتج لو كلوكاغون شنو غادي يوقع في الكبد؟ غادي توقع اون جينو باردون اون غليكوجينوليز، يعني لا فورماسيون ديال لو غلوكوز بارتير دو غليكوجين في هاد لي سيلول هيباتيك. وبالنسبه للانسولين خصنا نطلعو، خصنا نهبطو باردون لا غليكوليز او خصنا نهبطو لا غليسيمي. دونك غادي توقع لا غليكوجينوجينيز، يعني هذاك الجليكوز اللي كاين في الدم غادي يتخاد من هذوك الخلايا ديال الكبد وغادي يتحول لجليكوجين وغادي يتخزن. هنا عندنا ستوكاج دو غلوكوز سو فورم دو غليكوجين في هذه الحاله هذه، الشيء اللي قلنا شفويا. ملي غادي تنتج انسولين الخلايا ديال الكبد غادي يديروا لو ستوكاج ديال لو غلوكوز سو فورم دو غليكوجين، غينقصوه من الدم. وفي الحاله الثانيه فاش غادي يجي غلوكاغون اللي هو كيطلع على غليسيمي غادي يوقع العكس، غادي توقع اون ليبراسيون دو غلوكوز دو لو سون. يعني هذاك لو غليكوجين اللي ديجا مخزن في هذه الحاله هذه هنا غادي يتحول وغادي يعطينا غليكوز دو لو سون. الى دزنا لانيماسيون غادي نفهموا اكثر. هنا عندنا ان شيما باش ندوزو ديريكت لانيماسيون. عندنا هاد الخطا، هاد الملخص او هاد البيلون. دونك لو مود داكسيون دي زورمون بونكرياتيك، هاد الوثيقه كنظن راه خديتها من ايتانسيل. Le mode d'action des hormones pancréatiques est autorégulation de la glycémie. Les cellules cibles de l'insuline sont essentiellement les cellules de foie. Donc, خلايا ديال الكبد ناخذ اللون احمر. اذا الخلايا ديال الكبد، الخلايا ديال العضلات، اي لي تيسو اديبو او الخلايا ديال الشحمه او لي غراس. En revanche, le glucagon agit uniquement sur les cellules hépatiques. C'est ce que nous avons vu dans l'activité 3. Nous avons vu que l'insuline qui est sur le foie, qui est sur les muscles, ou qui est sur les cellules adipeux, ou les adipocytes, dans l'axe ou dans le mouqabil du glucagon, qui est sur les cellules hépatiques. Les cellules alpha et bêta, des îlots de Langerhans ou de Langerhans, sont directement sensibles aux variations de la glycémie et constitue donc le directeur d'écart, le modèle de l'efforokat, ou là le directeur d'écart. يعني هاد الخلايا alpha ou beta sont directement sensibles. يعني حساسة مباشرة. يعني الدم كيدوز من حداها ملي كيجي من الماء الدقيق كيعبروا ليه لا غليسيمي باش يعطيونا واش انسولين ولا غلوكاغون. سي ميم سي لو كونستيتو ايغالمون لو سيستيم دو كوموند دو لا ريغولاسيون نادابتون لور سيكريسيون هرمونال على لا سيتوياسيون. كيديروا لادابتاسيون او التكييف ديال الهرمون اللي غادي ينتجو على حساب لا سيتوياسيون، واش ايبوغليسيمي ولا هايبرغليسيمي. انسي سويت ان روبا سويت ان روبا، من بعد لو روبا شنو غيوقع؟ غادي يطلع على غليسيمي. انا غادي نرسم سهم طالع للاعلى. اذا شنو خصنا؟ خصنا داك الهرمون اللي هو ايبوغليسيميا اللي هو كينزل لا غليسيمي
ولا الهرمون ايبر غليسيميون اللي غتنزل لا غلوسيمي اللي هي الانسولين. غادي نلقاوها هنا. دونك سويت ان روبا لا سيكريسيون دانسولين اي لوغمونت ترتفع سيل دو غلوكاغون اي فريني او سوبريمي كتحبس ولا كاع كتحيد لو غلوكاغون. Il s'ensuit une augmentation de prélèvement du glucose sanguin par de nombreuses cellules, d'où le retour à la glycémie et à la valeur normale. Parce que je la valeur de référence ou la valeur normale, qui est le glucose minette, les muscles, les cellules adipeuses ou les hépatocytes ou le foie ou le kidney. À l'inverse, À l'inverse, en période de jeûne. فاش غادي تكون صايم شنو غيوقع؟ هنا لا جليسيمي غادي تنزل. الا نزلت لا جليسيمي على الحاله الطبيعيه خصنا نطلعوها. باش غادي نطلعوها خصنا الهرمون ايبر جليسيميون اللي هي لو جلوكاغون. لا بيس دو لانسولينيمي اللي هي لا كونتيتي دانسولين دو لو سون. الا سولتك على في الفرد على انسولينيمي سي لا كونتيتي دانسولين دون لو سون اسوسيي ا اون اوس دو تو دو جلوكاغون كيتزاد الكميه ديال لو جلوكاغون. Mobiliser les réserves de glycogène. Donc, à la baisse d'insulinémie, qu'est-ce qu'il y a de l'insuline associée à une hausse du taux de glucagon mobilisé, c'est normalement une virgule. Les réserves de glycogène hépatique, attention, donc, il y a normalement une machine mobilisée, ou à une hausse du taux de glucagon mobilise. Mobilise, verbe, mobilise, il y a tout gène. جند لي ريزيرف دو غليكوجين راه خصكم تردوا البال ديما الاخطاء اللي كيكونوا في الكتب. موبيليز لي ريزيرف دو غليكوجين ايباتيك كي امباش اون هيبوغليسيمي دانجوروز. يعني موبيليز يعني تجند هذا الجلوكاغون يجند هذاك الجليكوجين اللي كاين في الخلايا ديال الكبد والكبد غادي يحرر جليكوز دو لو سون. وهنا راه قلناها في لاكتيفيتي 3 كنظن اللي كيحرر الجليكوز دو لو سون هما فقط لي سيلول ايباتيك. اما لي سيلول موسكولير ولي سيلول اديبوز ما كتحرش لو غلوكوز دون لو سون، هي فقط كتخزن وكتستهلك. اي امباش اون هيبوغليسيمي دونجوروز، يعني ما نلقاوش اون هيبوغليسيمي او لا انخفاض حاد ديال لا غليسيمي. لي سيلول سيبل دي هرمون بانكرياتيك بوسيد دي ريسيبتور سبيسيفيك، هادشي راه ديجا قلنا دي ريسيبتور سبيسيفيك يعني مستقبلات نوعيه فيزافي دو لانسولين اي دو غلوكاغون. يعني مستقبلات نوعية ديال الأنسولين خاص ومستقبلات نوعية خاصة بالجلوكاغون. سي ريسيبتور أو المستقبلات النوعية سون دي بروتيين، هما على شكل بروتينات تشوفوه بالضبط فاش تشوفوا البنية ديال الخلية في الثانية بكالوريا لوكاليزي أو نيفو دو لا مومبران سيتوبلازميك، كيكونوا في الغشاء ديال الخلايا أو الغشاء السيتوبلازمي. لا فيكساسيون دو لورمون سو بورسوي باغ ان ديكلونشمون دان انسومبل دو رياكسيون. ملي كيوصل الهرمون كيكونوا دي رياكسيون بيوشيميك كاتاليزي باغ des enzymes qui s'achèvent par la réponse physiologique adéquate. يعني ملي كيوصل الانسولين ولا الجلوكاغون لي سيلول سيبل ولا الخلايا الهدف ديالو كتوقع دي رياكسيون بيوشيميك دي تفاعلات بيوكيميائيه على مستوى الخليه، ومن بعد الخليه كدير لا رياكسيون او لا ريبونس او الاستجابه اللي هي مناسبه. واش غادي تخزن جلوكوز من الدم ولا غادي تحرر جلوكوز في الدم بالنسبه لي سيلول ايباتيك. La régulation de la glycémie est un système autorégulé. Autorégulé, يعني ما كنتحكموش فيه. ماشي إرادي، ماشي حنا اللي كنقولوا أه بلاتي نفكر باش ننقص لا كونتيتي دو جلوكوز دو لو سون، وإنما هذه حركة لا إرادية الجسم ديالنا الحمد لله كيديرها بوحدو. أ كوموند هرمونال اللي كيديرها هما لي كوموند هرمونال، يعني الأوامر كيجيو من الهرمونات. سولا سينيفي كو سي لو بارامتر ريغلي اللي هو لا غليسيمي كي ديكلونش لا ميز أون روت دو سيستيم ريغولون. يعني التغير ديال لو بارامتر ريغلي اللي هو لا غليسيمي هو اللي غادي ياثر على الاستجابه اللي غادي توقع. سيلول سيبل سونسومبل او زورمون بانكرياتيك، واش غادي تكون ايبر غليسيمي او لا ايبو غليسيمي. دوزو مباشره لانيماسيون، ومن بعد منها غادي يكون ان اكزرسيس. دونك هنا كوم بيلون غادي نقترح عليكم هذا لو شيما جينيرال اللي هو سو فورم دانيماسيون. غادي نخلي لكم لو ليان ديالها الا بغيتي تشوفوها سيغ انترنيت. هنا عندنا لو بيلون جينيرال ديال لا ريغولاسيون دو لا غليسيمي. اذا غادي نبداو من هنا. عندنا سيستيم ريغولي اللي هو لا غليسيمي. لا غليسيمي اون غرام بار لتر كنلاحظو هنا بلي اليت اليتا نورمال، يعني ان غرام بار لتر. هنا الواحد غرام بار لتر، وهنا ممكن تنزل ممكن تطلع. اللي كيتحكم بها باش تطلع ولا تنزل هو يا اما واش عندنا غوبا ولا عندنا لو جو. الا عندنا لو غوبا اللي هو الاكل، يعني يلاه كليتي واحد لو غوبا اللي فيه جلوكوز، ولا لو جو اللي هو الصيام واللي عندنا حاليا في رمضان. يعني الا لاحظتوا هنا باللي الا زدت
لو روبا كنلاحظوا بلي لا غليسيمي كتطلع مباشرة في الجسم ودغيا كترجع لليطا نورمال. هنا الا نزلت لو جون يعني انت صايم كنلاحظوا بلي لا غليسيمي كتنزل هنا كنتكلموا وكترجع مباشرة لليطا نورمال حيت عندنا ان سيستيم وغادي نشوفوه تو دو سويت. من بعد لو روبا كنتكلموا على ايبر غليسيمي افون لو روبا او لا بوندون لو جون عندنا اون هيبو غليسيمي. نبداو بلو روبا لوغسكيل يا اون هيبو غليسيمي كنلاحظوا هاد السمك ديال هاد الاسهم كيعني شنو كيوقع. من بعد نشوفو ملي غنديرو لو غوبا ملي غنديرو لو غوبا اشنو غيوقع. كيوقع تحس لي سيلول الفا و لي سيلول بيتا ديال البنكرياس كيديرو التجنيد يعني كيتحركو كتشعل لارم كتشعل لارم ديالهم يعني خصهم يخدمو ولا على الاقل وحده فيهم. من بعد لو غوبا شنو غيوقع. لو غوبا عندنا اون هيبر غليسيمي يعني خصنا لورمون ايبوغليسيميونت اللي هي الانسولين والانسولين كتجي من لي سيلول بيتا. دونك هنا ملي غابخي لو روبا غادي تنتج انسولين. اشنو غيوقع الانسولين غادي ياثر على لي سيلول دو فوا لي سيلول دو موسك لي سيلول دي تيسو اديبو. شنو غيديروا هاد لي سيلول غيديروا لو ستوكاج دو جلوكوز. كتلاحظوا السهم جاي من هنا يعني غادي يخزنوا جلوكوز غادي يخزنوا جلوكوز وكتلاحظوا بلي اللي كيخزن باكثر بكميه اكثر هو لو فوا يعني عندنا سهم غليظ وهنا سهم رقيق. سهم رقيق يعني لي سيلول دو فوا ولا لي سيلول هيباتيك هما اللي كيخزنوا الجلوكوز باردون هنا سويت لا برودكسيون ديال الانسولين. كتلاحظوا السهم ديال الانسولين غليظ والسهم ديال الجلوكاغون رقيق يعني راه كاينه كميه قليله ديال الجلوكاغون اللي كتنتج ولكن اللي كثيره هو لو الانسولين اللي شفنا لي سيلول سيبل ديالو هما لو فوا لي موسكل اي لي تيسو اديبو. من بعد شنو غيديروا هاد لي سيلول غادي ينقصوا الكميه ديال الجلوكوز في الدم وغادي ترجع لا غليسيمي لي طا نورمال. شوفوا لانيماسيون لانيماسيون اونكور اون فوا روبا برودكسيون دانسولين ستوكاج دو جلوكوز روتور على نورمال. دابا غنجيو لي طا انفيرس اللي هو اون ايبوغليسيمي يعني نقص كميه الجلوكوز في الدم سويت او جا او لا الصيام او لا بصفه عامه يعني ما كليتيش. غادي نلاحظوا هنا باللي اليا اون ايبوغليسيمي دونك اللي غادي يتحرك هو لو جلوكاغون اللي غادي ينتجو هو لي سيلول الفا و لي لو جلوكاغون. شفنا باللي لي سيلول سيبل ديال لو جلوكاغون هما فقط لي سيلول دو فوا الخلايا فقط ديال الكبد هما اللي كينتجو او اللي كيخز اللي كيحرروا الجلوكوز في الدم. اما لي سيلول دو موسكل و لي سيلول اديبو فقط كيديروا التخزين. هنا لو سيلول دو فوا غادي يحرروا جلوكوز في الدم و لي غليسيمي غادي ترجع لطا نورمال. شوفوا لانيماسيون اونكور اون فوا جان برودكسيون دو جلوكاغون بار لي سيلول الفا ستوكاج باردون ليبراسيون دو جلوكوز بار لي سيلول هيباتيك اي روتور على نورمال. هذا هو لو شيما جينيرال ديال لا غليسيمي. هنا هاد لي سيلول الفا اي بيتا كيتسماو دي كابتور لي سيلول دو فوا لي موسكل اي لي تيسو ادي بو كيتسماو دي زيفيكتور يعني تفعل ولا تستجيب فيكتور. ثم عندنا لي ميساجي نورمالمون ولا ميساجي ولا ميساج نديرو ميساجي احسن يعني مرسول اللي هو لو جلوكاغون الانسولين كيتنتج من لي سيلول الفا بيتا فيغ لي سيلول دو فوا لي سيلول دو موسك لي تيسو اديبو. نشوفو الان شنو غيوقع عند واحد الشخص عنده ديابيت وواحد الشخص عنده نورمال. وهنا غنشوفو لي دو تيب ديال لو ديابيت ديابيت ا ولا ديابيت 2. بالنسبه لي طا نورمال لي طا نورمال عندنا هاد الحاله هادي اللي هي ايطا انيسيال سيلول الفا سيلول بيتا جلوكاغون انسولين جلوكاغون سيلول دو فوا كوم سيلول سيبل انسولين لي 3 سيلول كوم سيلول سيبل كوريكسيون اي روتور على نورمال. دابا نشوفو واحد الشخص عنده اون ايبو عنده باردون ان ديابيت دو تيب 1. راه غادي نحاول نخصص لكم واحد الفيديو خاص بلو ديابيت لو ديابيت دو تيب 1 ولو ديابيت دو تيب 2 جوج الانواع ديال لو ديابيت اللي كاينين. بالنسبه لو ديابيت دو تيب 1 واحد الشخص ما كيكونش عنده خلايا بيتا يعني هادي واحد المرض كيتسمى اون مالادي اوتو ايمون يعني الجسم كيهاجم الخلايا بيتا. هادي مرض كيكون عند الدراري الصغار دوك الناس اللي كيتزادوا نحيفين وكيكون عندهم كيتزادوا بهذاك المرض اللي هو لو ديابيت دو تيب ا وهو قليل يعني كيكون فقط واحد النسبه ديال 10% يعني قليل. فاللي غادي تلقى شي واحد كيقرا معاك ولا قريتي معاه ولا كتعرفو عنده هاد لو ديابيت دو تيب ا يعني لي سيلول بيتا ديال لو كور ديالو ولا ديال البنكرياس ديالو مهدمه ما كاينش انتاج ديال الانسولين. ملي ما كاينش انتاج ديال الانسولين لا غليسيمي ملي هاد الشخص غادي ياكل لواحد لو غوبا غادي يطلع لا غليسيمي و الانسولين ما كانش دونك ما كانش تخزين ديال الجليكوز دونك لا غليسيمي غادي تبقى طالعه وهنا مرض. وهنا هاد الحل اللي كنعطيو لهاد الشخص هو كنعطيو حقن ديال الانسولين ما عندوش انسولين كنحقنوا ليه انسولين.
وهاد الانسولين كيمشي كيهبط لا غليسيمي بحال الانسولين بحال الجسم ديالو الذي انتجه. دابا غادي نمشيو لديابيت دو تيب 2، كيختلف على لو ديابيت دو تيب ا. لو ديابيت دو تيب 2 كيصيب الاشخاص اللي فايتين 50 سنه واللي عندهم اوبيزيتي، يعني عندهم سور بوا، يعني دوك الناس الغلاظ، ودوك الناس اللي ما كيديروش اكتيفيتي فيزيك بزاف، دوك الناس اللي ما كيتحركوش بزاف، ما كيديروش سبورت، عندهم سيلول بيتا. لي سيلول بيتا كينتجو انسولين، ولكن ما كيتستقبلش هاد الانسولين بالطريقه العاديه في لي سيلول سيبل، لي سيلول دو فوا، لي موسك، لي سيلول لي تيسو اديبو، ما كيستقبلوش هاد الانسولين بواحد الطريقه اللي هي نورمال، دونك ما غاديش يديروا الاستجابه اللي هي نورمال، دونك ما غاديش يخزنوا جلوكوز سويت ا اون بيغ جليسيمي. دونك لي بيغ جليسيمي عند هاد الشخص غادي تبقى طالعه. والحل اللي كيتعطى لهاد الاشخاص، ما حد الانسولين عنده ما كيدير والو، واخا تحقنوا بانسولين ما غاديش يكون نتيجه. الحل اللي كيعطيهم الطبيب هو كيحاولوا ينظموا الوجبات ديالهم، وكتلاحظوا باللي كيقول لك ما غاديش ناكل مواد فيها السكر، ما غاديش ناكل الغنمي او اللحم ديال الغنم اللي فيه السكر، دونك كيحاولوا ما امكن يديروا تنظيم ديال لا ريغولاسيون قبل ما ياكل. هذا اللي كيقول لك ما غاديش ناكل السكر، ما غاديش ناكل الجليكوز، حيت غادي يطلع عليا لا جليسيمي، ولا مشى تاكل شي حاجه ديال السكر ولا شي حاجه ديال فيها جليكوز كطلع عليه لا جليسيمي، وقدر يطيح في كوما، يقدر يسخف، وكيمشي لعند الطبيب ولا للسبيطار. كما قلت لكم راه غادي نخصص لكم فيديو في ديال هاد لي ديابيت، نحاول نشرحوه في السبوره. الان غادي نمشيو لان بتيت اكزيرسيس. ان بتيت اكزيرسيس كما قلت لكم غنخلي لكم لو ليان ديال لانيماسيون الا بغيتو ديروا هاد الاكزيرسيس نتوما نيت. هنا عندنا بيرتورباسيون يعني اختلال، والاختلال غادي يكون يا اما صيام جا او لا روبا، واحد فيهم. و سويت لهاد لا بيرتورباسيون لا ريبونس غادي تكون مختلفه. غادي نجيو مثلا نبداو بروبا، ملي غادي يوقع روبا شنو غيوقع لا غليسيمي، واش غادي يكون اون هيبو غليسيمي ولا غادي توقع اون هيبر غليسيمي، يعني لي بو لي بير غليسيمي اللي غتوقع يعني غيتزاد الجلوكوز في الدم. نخليو هاد السهم طالع، شكون اللي غادي نديرو ليه التحسيس انا، واش لي سيلول الفا ولا لي سيلول بيتا؟ اذا عندنا هنا هيبر غليسيمي، يعني خصنا ننزلو لا غليسيمي، دونك خصنا انسولين. دونك لي سيلول بيتا غادي ينتجو كميه اكبر ديال الانسولين، السهم غادي يكون طالع الفوق، وهنا الاسهم غادي يكونوا غليظه. بالنسبه للجلوكاغون سي تون هرمون هيبر غليسيميون، غادي تنزل ما بغيناهاش، دونك غادي تكون ساهم اللي هو رقيق. هاد الانسولين غادي ياثر على الخلايا ديال الفوا، الخلايا ديال لي موسكل، الخلايا ديال لي تيسو، واش غيديروا لا ليبراسيون ديال الجلوكوز ولا غيديروا لو ستوكاج ديال الجلوكوز. دونك عندنا هنا هيبر غليسيمي، دونك خصنا ستوكاج ديال الجلوكوز. اذا الجلوكوز غادي يجي من الدم فيغ لي سيلول دو فوا، يعني غيكون تخزين. بالنسبه لي موسكل لا ميم شوز ستوكاج، بالنسبه لي تيسو اديبو ستوكاج تا هما. من بعد ملي غيديروا هادو لو ستوكاج شنو غيوقع لا غليسيمي، واش غادي تطلع ولا غادي تنزل؟ دونك اوتوماتيكمون لا غليسيمي غادي تنزل، يعني غادي ترجع لطا نورمال. نديرو هنا فاليدي، غادي نلقاو بلي الجواب ديالنا او الاجوبه ديالنا هي كلها اجوبه صحيحه. الا غلطنا في شي حاجه، مثلا درنا هنا مثلا الجلوكاغون غادي يطلع ودرنا فاليدي، راه غادي يقول لك راه درتي خطا هنا، دونك لو جلوكاغون غادي ينزل. درنا فاليدي ان الاجوبه كلها اللي هي صحيحه. دابا غادي نجيو لطا سويفون اللي هو لو جا او لا الصيام. واحد الصايم الكميه ديال الجليسيمي في السون واش غتكون طالعه ولا نازله؟ اوتوماتيكمون غادي تكون نازله. اشنو غيوقع؟ غادي خصنا داك الهرمون هيبر غليسيميون اللي غادي تطلع على الجليسيمي اللي هي لو جلوكاغون غادي تنتج من طرف لي سيلول الفا، وبالنسبه للانسولين غادي ينزل ما بغيناش. شوفوا السهم، وقلنا لو جلوكاغون كيأثر فقط على لي سيلول دو فوا، واش خصنا ستوكاج ولا ليبراسيون؟ اذا كنلاحظوا بلي لا غليسيمي الي فابل، يعني اللي هي اون هيبوغليسيمي، دونك خصها تطلع، دونك خصنا ليبراسيون. وكتلاحظوا هنا باللي لي موسكل او لا العضلات ولي الخلايا الدهنيه ولا تيسو اديبو ما كياخذوش كميه كبيره من الدم، او لا ما كيحرروش كميه ديال الجليكوز في الدم. واخا تغير السام كما بغيتي، هما ديما كياخذوا كميه ديال الجليكوز في الدم، ولكن فاش غتكون عندنا اون هيبوغليسيمي كياخذوا فقط كميه قليله جدا من الدم. اما ملي كتكون هيبر غليسيمي كياخذوا كميه اكبر. اذا هنا في هذه الحاله هذه غادي ياخذوا كميه قليله، هذا غادي ياخذ كميه قليله، اما هما بجوج راه ديما كيديروا لو ستوكاج. بالنسبه لو فوا غيدير لا ليبراسيون، كتلاحظوا هنا السام غادي يحرر الجليكوز في الدم. وشنو غادي يوقع لا غليسيمي ملي غادي يتحرر الجليكوز في الدم؟ اوتوماتيكمون غادي تطلع لا غليسيمي. الا درنا فاليدي غادي نلقاو لي ريبونس ديالنا كاملين، هما دي ريبونس جوست. فوالا،
هادشي اللي كان في الفيديو غادي نختص لكم فيديو ديال لي زيكزيرسيس. ما تنساوش انكم ديروا جيم لا فيديو وتكتبوا لنا لي كومونتير ديالكم. ميرسي اي ا تري بيانتو.